هي أنه من أهم الملفات اللي شهدت تطوير وتنمية هو ملف الإسكان وتطوير العشوائيات. في حركة بناء سريعة ومتطورة في كل المحافظات، إسكان اجتماعي ومتميز، مدن جديدة، ده غير كمان نقل سكان العشوائيات لأماكن متطورة توفر حياة كريمة لأهالينا اللي عاشوا سنين كتير بيعانوا من أزمة العشوائيات. خلينا نتابع هذا التقرير مع حضراتكم ونرجع على طول. استطاعت الدولة المصرية على مدار 8 سنوات أن تحقق إنجازات استثنائية وكبيرة في بناء مدن عمرانية جديدة متكاملة وإنشاء وحدات إسكان في مدن قائمة بمختلف الفئات مثل الإسكان الاجتماعي والمتوسط والمتميز والأكثر تميزاً، أو حتى في قطاع الخدمات والمرافق من مياه شرب وصرف صحي، بخلاف تطوير المناطق العشوائية وتنميتها. وسعت الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى توفير السكن الملائم لجميع الفئات من الشعب المصري، وتم إطلاق مشروعات الإسكان الاجتماعي ودار مصر وسكن مصر وجنة. وشهد قطاع الإسكان تنفيذ آلاف المشاريع سواء التي تم الانتهاء منها أو ما يجري تنفيذها. وعن محور مشروعات الإسكان، فقد شهد القطاع الانتهاء من تنفيذ ما يقرب من 1,000,000 وحدة سكنية، وتشمل المشروعات في محور الإسكان 501,000 وحدة إسكان اجتماعي تم تنفيذها بتكلفة 88 مليار جنيه، وكذلك 156,500 وحدة يجري تنفيذها بتكلفة 48 مليار جنيه. وفي خلال السنوات الثماني الماضية تم طرح 328,000 قطعة أرض لمختلف شرائح المجتمع أراضي إسكان اجتماعي متميز وأكثر تميزاً، وهذه الأراضي وفرت ملايين الوحدات السكنية. كذلك انتهجت الدولة أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص تماشياً مع سياسة الدولة بإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية في الوقت الحالي منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحيث تم التعاقد على 17 مشروعاً بمساحة تفوق 19,000 فدان بإجمالي استثمارات 500 مليار جنيه في عدد من المدن الجديدة. ووضعت الدولة استراتيجية واضحة وعملت على الانتشار الأفقي من خلال إعمار الأرض ومناطق جديدة وإنشاء مدن جديدة من الجيل الرابع بالتوازي على محور هو الأصعب وهو تطوير العمران القائم. وبالفعل بدأت الدولة في كلا المحورين، وتم العمل على تطوير الريف المصري من خلال مبادرة حياة كريمة، ونجحت في مضاعفة معدلات إنشاء الوحدات السكنية في مصر بالمقارنة في 40 سنة الماضية. حيث كان يتم إنشاء 42,000 وحدة سكنية في السنة، حتى تم الوصول خلال 7 سنوات الماضية لإنشاء ما يوازي ما تم إنشاؤه في 40 عاماً الماضية بواقع 225,000 وحدة سكنية في السنة. بالمناسبة ده بيعتبر نقلة في حياة الناس، مش مجرد ان هو بينتقل من العيش في مكان فيه خطورة او مكان غير آمن الى مكان تاني يليق بيه ومكان يوفر له الحياة كريمة فقط، لا ده نقلة في حياته هو الشخصية، ازاي يقدر يعيش ويبقى مرتاح كمان وهو عايش، وازاي يقدر كمان يبقى منتج. احنا دلوقتي بقى لنا فترة كبيرة، وزي ما تابعنا من خلال التقرير عدد الوحدات اللي تم انشائها خلال 7 سنوات يوازي عدد الوحدات اللي تم انشائها خلال 40 سنة فاتت. دليل ان كل دلوقتي الدولة مهتمة بانه كل واحد عايز شقة يلاقيها، كل المستويات زي ما تابعنا من خلال التقرير، اي حد عايز شقة تناسب مستواه الاجتماعي وتناسب مصدر دخله هيلاقيها موجودة. وفي بعض كمان النماذج بيستلم الشقة جاهزة مفروشة بعفشها بكل حاجة، يدوب بياخد المفتاح بتاعها وبيدخل يسكن، ما بيبقاش محتاج كمان ان هو يتعب او ان هو يعمل حاجة. بقى لنا فترة جمالة بنشوف مدن جديدة في كل المحافظات، صحيح. بني سويف الجديدة، المنصورة الجديدة، أسوان الجديدة. دي نقطة مهمة يا شاذلي، زي ما انت ما كنت بتتكلم فكرة التوازي في بناء المدن الجديدة. الحقيقة يعني عدد كبير جدا من الشقق والوحدات السكنيه لكل الفئات زي ما كنا بنتكلم، بس النقطه المهمه جدا هو توفير نفس الحقوق
لكل الفئات ايا كانت المدينه موجوده فين، في اي محافظه، لاي فئه، ده هتلاقي فيها انه هتلاقي فيها نادي، هتلاقي فيها مستشفيات، هتلاقي فيها مدارس، هتلاقي فيها اسواق تجاريه، هتلاقي فيها سكن يليق بكرامه المواطن المصري، مواطن ليه حقوق وعليه واجبات، عشان يقدر يقوم بواجباته على اكمل وجه لازم يكون اول حاجه هو سكن كريم، يقدر يربي اولاده بشكل سليم، يقدر ان هو يبقى يعني زي ما كنا بنشوف للاسف صور المناطق العشوائيه والمناطق الغير امنه وما الى ذلك. احنا الحمد لله انتهينا تقريبا من المناطق الغير امنه وبننتهي دلوقتي ان شاء الله من المناطق العشوائيه. ده مش فراغ، دي كلها ما كانتش خلينا نقول ما كانتش خطه ينفع تكون خطه طويله الامد، يعني ينفع نعملها على مسافه طويله، لانه فعلا الاماكن دي زي ما بنقول حضراتكم غير مخططه وغير امنه، فبالتالي ما فيش خدمات، ما فيش مرافق، ما فيش مدارس، المدارس تبقى بعيده جدا عن الاهالي فكانت بتبقى صعبه. فكره ان احنا بنقول في مدن كمان يبقى في ترفيق، يعني في كهرباء، في طرق، في ميه، في كل يعني في مواصلات بالظبط. فالموضوع مش بسيط ومش سهل، اللي مش مدرك حجم العمل في هذا القطاع كمان تحديدا، حقيقة كل القطاعات بتشهد تنمية وتطوير، لكن هذا القطاع تحديدا يعني اللي مش مدرك ما حدث فيه لازم محتاج يراجع نفسه ويرجع يبص ويشوف ايه اللي حصل فيه بالارقام وينزل يبص بعينه يا شاذلي. صحيح كلامك مظبوط.